أعطيه مرة صمت كيف بدك بغترة والله مجرب لك اليوم عدونا من اللي بيجينا ذا الحين والله ما أحلى محمد برح فقط من الإعلام هذا صوت واحد اثنين واحد اثنين أنس أنس تعال قاعد هنا وين أنس تقعدت أنت ولا ما متى تقعد متى يحل التقاعد يا ويلي يا ويلي متى تقعد حق شانه يا ويلي متى تقعد ترى كذا سوا هل دايمك مستانس لا لا رجع أعطني زقية والله دخاني أنا بروح أجي إيش عندك يا مبعا تفضل مايك شغال لك سام أحمر يود أنت يودي علمني أنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر اوزعها 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 هذه هذه مصيبه هذا شيء صادق سلام ابعطي سلطان يلا 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 ها انا اللي فهمت ليه تحدثي ليه تاخذها نظامك كذا انت تاخذ قلبي ما وادي بس الجاد اللي بيحب الوضح من عنده انا وس ترى اسمه جيب امال يا جاد زماني صاحب انا بكرسون ابا اي يا والله وجهي ما جاب انا في ملاعق نشاء لا اها تبي اكواب؟ ما مشكلة الحين خلنا اي ايش رايك تجيب الكاسات اللي داخل الكمر اللي حاطينها عند جيبها انا اللي بغسلها بس نجيبها جيبها خلنا تقوى شاحن صاحي الحين تقوى اكواب ما هي بزيان جيبها بغسلها على الراحة هم اذا خلص الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما بقرت فيني اسحب رقم اسحب رقم سم سم غير صحيح إن وازع قادم إلى الساحة وبقوة والله يا أخي أهلا بك أستاذ وازع والله أنا فقد أخي جعلك ما تفقد غالي أنا لي يومين قلبي ما هم معي أفكر بوازع وازع برا أنا لي يومين أنا مستانس لكن وازع سعدك يا شيخ طاقة إيجابية حلوة جدا أشكركم حلو 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 لا على هذه اللقطة الأكثر من رائعة واعتبرها شيء جميل في حياتي واشكر الاستاذ محمد ملحم على اهلي لا تحرجوني عاد كذا ترى مره كذا عاد تصير ربع فكوني من هذا
أشوه راحة شباب. وأشكر الأستاذ محمد ملحم، وأشكر الأستاذ سلطان المري، وأشكر الأستاذ محمد المسردي، الأستاذ وأخوي وحبيبي وحزام ظهري وعزوتي والدعم الرسمي، خلينا نكب والدعم الرسمي لي. محمد المسردي يقول أنا دعم رسمي لك، الجائزة بشنبي كرامه. على أبشر والله بالسعد، أما حبي ولا سعي ولا لها. وأشكر الأستاذ نواف المقدم، الأستاذ نواف بن فالح الروقي على هذه اللفتة الأكثر من رائعة. وأشكر الأستاذ فارس بن مبارك الحربي على الروح الطيبة في هذا البرنامج. وأشكر أيضا الأستاذ مناحي أبو أحمد على الشيء اللي قدم لنا الأكثر من رائع، وعلى طقمه الأكثر من رائع، ثوب شماغ لون واحد كذا شيء جميل جدا جديد على الساحة. وأشكر أيضا مستحي منك ولا كنت قومتك من الكرسي عشان أطقم معه، لا تقاطع. وأشكر أيضا الأستاذ علي الشمراني الروح الخفيفة، كل شيء في علي الشمراني جميل. وأشكر الأستاذ بندر العلي على مبادراته الجميلة في هذا البرنامج الأكثر من رائع. وأشكر الأستاذ نواف العلماني على روحه الجميلة في هذا البرنامج. وأشكر الأستاذ مازن الشمري على قصصه الجميلة وعلى أن فصل عنه أمس لكن. وأشكر أيضا الأستاذ هزاع بن معيوض العصيمي الناقد القادم إلى الساحة بإذن الله، والأستاذ عبد العزيز بن صقر المطيري. وأشكر الأستاذ مبارك المخاريم صاحب الروح الطيبة، صاحب شخصية الأكثر من رائعة، شكرا جزيلا. وأشكر الأستاذ نواف الشهري على روحه الطيبة. باقي أحد؟ إيه أنا ما سمع منده. إيه إيه وازع بغيابة. وأشكر وازع أخوي وقلبي وقطعة مني. أنا أشهد. أنا اليومين أخلاقي ماش، نوازع برا القرية ليش ليش؟ ليش ليش؟ شكرا لكم تعبت. وش تقول يا سلطان؟ أنا صراحة لا أشكر أحد من المسابقين. ونحن نشكرك. ونحن كذلك. لأنك تهدم ما نبني. استاذ الربع على الكلمة هذه. أوه نسيت أشكر الأستاذ بندر بن عفواً محمد بن بندر المطيري المنشد صاحب الصوت الشجي. عفا عليك. وأشكر خالي ركان. وأشكر خالي عليان والأستاذ ركان السالي ومهذل ومهذل قفل مهذل مهذل. وأشكر أخوي الكبير والشيء الكثير في حياتي مهذل الدوسري. وأشكر الأستاذ محمد الطوالة. إن شاء الله ما نسيت أحد يا شباب. ما عاد بقى شكرت ركان السهلي مرة ثانية. وأشكرك يا سيد أنس. ما عاد بقى للإعداد روح. وأشكر الإعداد كمية طاقمها جميعا على راسهم الأستاذ عبد الرحمن الكليب والأستاذ محمد العيسى والأستاذ مشعل العنزي والأستاذ راشد والأستاذ اللي بعد ما تحضر أساميهم إلا في شخص واحد لكبري. أشكرك. الله يسامحك. شاي قهوة. إي والله. خلاص عطري عطري احطه عندي انا امسك لهم يقومون. بس اخذ اخذ بس اطول عمرك عليان. سمعت الشكر؟ سمعت الشكر اللي جاك؟ بس ها من انس. الله يطول عمرك يا حبيبي يا ابناء. على راس واجب علي. انا لا اشكرك يا انس لانه منافق. اشكر كل طيب وطيبه. وش تقول لي وقف لي تقول لي شكرا هذا. لا هذا صار شيء. اللهم في شرهم يا رب. اللهم في شرهم. اللهم صل على كل من عادى يا كرم من خصنا كرفي عز الله مقصدك. انا ما ودي القوص الشال الكاس يا هي طيب والله عزام مو خاص ما نو احد صدقك صدق والله انك صدقك. لا المشكله شال ودي انا خلاص لا خلاص جاب انتم كلكم عندي. هدية لمن؟ هدية لمن بارك. سلام تحية. وخر شوي وخر شوي. سلام. 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 يا بارك. يا ضم الشهادة. ما ينتكس في يوم تنكيس الأعلام. ما حد يقول محمد. أول شيء. أتجي وخر عني. بارك لأخونا مبارك. طلعت امه من المستشفى ما شاء الله. أيوة. ما شاء الله. واقدم هديه ام مبارك امي انا ان شاء الله. واقدم هديه لام مبارك ان شاء الله انها تبي توصلها عند بيت. الله يطول سلامه الله
سلامتني. على سلامتك. طالع 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 طالعت من الشر. طالعت من الشر. وجعل ما اصابه تكفير الذنب ان شاء الله. وتخفيف النار. استاهل المبارك. اللهم امين. استاهل. وعسى الله يعينها عليك مبارك. امين. الله يعينها عليك مبارك. يعني ما لا لا طبعا انا والله مالي فضل عند خويي. ومن ومبارك كفو. وامهم اللي انا الله يطول عمركم يطول عماركم امهات وامي انا وامي وام امهاتكم وابوكم ابواني وابواني ابواني الله يخليها لك يا مبارك الله يخليها لك ويا قاها جعل عمرك جعلني ما عدني الله يجزاك سم لا والله على خاطر لا والله لو حال لا والله يعني ما عاد لا والله لا والله يعني كلامك لا والله هناك بسيط يعني لا والله كلنا يعني ما عاد والله يعني ما عاد طلبه والله ما يفتن والله ما يفتن والله ما انت تبع على يعني ما عاد والله ما يفتن شيء انت وافين بس والله ما يفتن والله يعني ما عاد اما صل على النبي مبارك مبارك عشان بسيط ابى احطه طول عمره السلامة بكره لا والله ما يفتن والله ما يكتم شيء والله وش غير الحلف بالله يا ربي والله يا سعد العلوم جعل عمرك طويل جعلني ما عاد بيضة وجهك يا معزبنا جعلني ما عاد افتح حالها والله ما يكتم شيء كلامكم والله انه كان حديبي احتمى عندي يما يعني مجمع يا قولتهم بسلامة عجوزك الله ان شاء الله مده بالصحة والعافية وجهك بالله والله ما يكتم شيء والله كلامك والله كان كذاب على قعود والله يعني ما عندك والله ليه الحمد لله على السلامة والله يطول عمره ان شاء الله والله انا اسعد الاخبار اللي جتنا يعني انا والله جالس هناك والله ما ادري ايش السالفه شوف اسمع عندكم فعاليه ما ودي اجي خلاص نزلت من العنايه لكن يوم قالوا هذا جيت على طول نزلت من العنايه تنويم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والله يمده بالصحه والعافيه جزاك والخبر كلنا امي يعني ما عندك اي والله والله ان شاء الله يمده بالصحه والعافيه ربي يطول بعمره شيبانك ان شاء الله التعبير نوب يخون ترى احيانا واحد صار سعيد ما التعبير يخون سعيد اي والله يعني ما عاد لكن الله يمده بالصحه والعافيه وبشر بلي تبه انت انا ما عندي غير كلمه بشر بلي تبه انا طامع في راسي يعني بشر سعد يعني انت خذ دنيا بشر سعد ابتسامتك هذه يعني غنى الله لا يهينك غنى طول الله لا يهينكم ولا انت ايش هذا المجلس ازرق ما ادري ايش بيسوي الحين خله يبكون يمسك صراحه علم الرجال وينه اختفى ما ادري اشوف فيه انا ما اشوف فيه خلاص انا جايك خلني اشوف وين راح وين راح 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 ادلف 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 يلا يا الخبل يا الخبل ادلف يا الخبل ادلف ادلف يا شباب شباب اذا ما عليكم امر يا شباب بس نبي نوحد الصوت صلوا على النبي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد بس هذه هي هذه شوف الشباب شو عندهم الشباب شباب طموح شباب في ريالتي شباب بدون روح ما شاء الله قد وقت المطبخ وش عندك سيد علي احنا بدنا نتكلم مع السراح طاق بس ما في خلاط ما شاء الله بيجيك الخير بيجي الخير بيجي ان شاء الله خير ان شاء الله شدوا حكم شدوا حكم برنامج يجيك مخلط تعال قول ميديوم قول ميديوم كيف نثبت الخلاط نبغى عصير برتقال تعب من قهوة الشاي خلاط تثبيت خلاط تثبيت بسيط ما في شغل دق ما اشتغل الحين هو لا يكبس يكبس لكن ما اشتغل اقول اصبر قول قول حق الهلال بعد حاط ليمونه صغيره يا اخي تجربه ما جربها عادي ما اشتغل اصبر يلا انت تقلع ما تقلع عارف لا انا عارف اعطني اصبر دق ستارت دق بلاي بليس بليس ايش انت بالساف الزاوي؟ ما بشغلك اصبر اصبر يلا لا ما تصير ضاغط اصبر 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 طازج مرة ثبتها بس هي يلا ثبتها سويتها اصبر قاعد في المرارات لو قهوة الشاي لا تخرب لا تخرب بس اللي بحبها تكلم ينصر دينك ينصر دينك